بتغطي تغطية مميزة جدا زي ما احنا متعودين معاك. عايزين نعرف الدور في التمرين النهارده ومحمد يوسف. لسه كنت بقول للساده المشاهدين كان في تدريبات استشفائيه وكان في تدريبات للغائبين عن المباريات، عايزين نعرف تفاصيل اكتر منك يا كريم. يمكن زي ما اكدنا وانا كابتن ميدو، النادي الاهلي يمكن بيغلق تماما مباريات الدوري ابطال افريقيا، والتركيز الكبير في بطوله الدوري العام هتبدا ان شاء الله. مباريات الدوري العام مباريات الداخليه باذن الله مباراه مؤجله، في تركيز كبير من كابتن محمد يوسف كابتن سيد عبد الحفيظ لاهميه هذه المباراه، لان خلاص يا كابتن ميدو مباراه الداخليه ثم مباراه بيراميدز في بعض اللعيبه بتعود لنا بشكل كبير من الاصابات، قوام الفرقه بيكتمل نوعا ما، لكن ان شاء الله باذن الله خلال المرحله القادمه وخلال الاسبوع القادم ده يرجع لنا اكثر من لاعب، وده اللي يمكن الشيء المبشر لكل جمهور النادي الاهلي. في عدد من اللعيبه خلاص في المراحل التاهيليه الاخيره، لكن ابدا معاك كالعاده يا كابتن ميدو بتدريب النادي الاهلي النهارده. الكابتن محمد يوسف حاول ان هو يكون في بعض التدريبات الترفيهيه للعيبه النادي الاهلي، يمكن تعرف يا كابتن ميدو تلاحم كبير للتدريبات والمباريات، بيبقى في بعض الملل كده للعيبه النادي الاهلي من كتر التدريبات والمباريات، لكن اكيد يمكن جزء مخصص من الجهاز الفني بقياده الكابتن محمد يوسف. النهارده كانت في فقره بسيطه جدا للاعبين للنادي الاهلي، وكان في فصل تام كالعاده لكل اللاعبين اللي بتشارك خلال المباريات الماضيه. في بعض اللعيبه زي ما شفنا اسلام محارب اشتكى من الاجهاد، نقص الاكسجين الكبير جدا يا كابتن ميدو خلال رحله جيما، طبعا ومباراه جيما يمكن مأثره بشكل كبير جدا على بعض اللاعبين، لكن بشكل عام يمكن النادي الاهلي النهارده كانت في فقره مخصصه لكل اللاعبين اللي ما بتشاركش في المباريات خلال الفتره الماضيه. النهارده كان في تركيز كبير، ثلاث مهاجمين امام ثلاث مدافعين في منتصف الملعب. كابتن محمد يوسف كان بيركز بشكل كبير جدا على التمركزات كتير جدا، يمكن اوقف المران اكثر من مره، التبرير يكون سريع، استغلال الفرص، وده اللي يمكن اكد عليه بشكل كبير جدا، لابد من استغلال انصاف الفرص. اهدار الفرص كان كتير جدا خلال المباريات الماضيه وخاصه مباراه جيما في الذهاب او العوده، كان الكلام اللي احنا سامعينه من خارج المستطيل الاخضر ان لابد يكون في تركيز، لابد يكون في انهاء الهجمه، ولابد ان يكون ايضا كمان المحرز هدف واثنين وثلاثه لو اتيحت للاعبي النادي الاهلي ومهاجمي النادي الاهلي. تمام، دي كانت كل الاخبار. قول لي على انسجام الانجولي جيرالدو، هل بدا ينسجم مع الفريق؟ ازاي شكله في التمرين يا كريم؟ والله ميدو يمكن هو من اللعيبه المبشره جدا وواضح جدا، شفنا له طبعا بعض الاهداف من خلال طبعا الفيديوهات، لكن على ارض الواقع واضح ان ينسجم سريعا مع لعيبه النادي الاهلي. بيدخل في التدريبات يمكن لسه هو موضوع له برنامج بيأديه، لكن واضح ان هو يمكن ان شاء الله يبقى افاده كبيره جدا لفريق النادي الاهلي. والاهم كمان يا كابتن ميدو مستر رسالتي للمدير الفني لفريق النادي الاهلي ان شاء الله تكون الانطلاقه مع مباراه الداخليه باذن الله. الاستقرار الفني ده ينعكس بشكل كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي خلال المرحله اللي جايه يا كابتن ميدو، تلاحم كبير جدا للمباريات الداخليه ثم مباراه بيراميدز اللي هي اهميه كبيره جدا عن كل جمهور النادي الاهلي، وايضا كمان نظرا لترتيبها يا تاني الدوري، امور كثيره جدا خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. بنتمنى انسجام من جيرالدو، ايضا كمان الصفقات اللي بتكون متواجده مع النادي الاهلي ومنتظرينها كمان تنسجم سريعا، قوام الفريق يعود القوة الضرب ان شاء الله في شهر يناير باذن الله تكتمل مع فريق النادي الاهلي، وباذن الله كابتن ميدو تعود الانتصارات من جديد انطلاقا من مباراه الداخليه باذن الله. تمام، اللعيبه المصابه خلاص او اللعيبه كمان رجعت مع الاصابه زي احمد فتحي علي معلول ممكن نشوفهم في مباراه داخليه، شفت شكلهم ايه النهارده في التمرين يا كريم؟ علي معلول اللي يمكن ليه هيبقى له دور كبير خلال المباراه الداخليه، واضح من الكابتن محمد يوسف ان بيأهله بشكل كبير جدا، ايمن اشرف بشكل كبير ايضا سيعود ليه مكان المساك او يمكن طبعا مساك طبعا ايمن اشرف. علي معلول النهارده كان ظاهر بشكل كبير جدا، عنده يمكن روح كبيره باين ان هو عايز يكون متواجد مع فريق النادي الاهلي للفتره القادمه. يمكن سعد سمير عايز اتكلم عليه كمان يا كابتن ميدو، سعد ان شاء الله اسبوع ويكون مشارك مع فريق النادي الاهلي في التدريبات الجماعيه. صلاح محسن خلاص يمكن فاضل له اسبوعين او اقل من اسبوعين ان شاء الله ويعود تدريجيا للتدريبات الجماعيه. احمد فتحي ان شاء الله باذن الله يكون جاهز، احمد فتحي ان شاء الله خلال الفتره القادمه، يمكن احمد كان ليه تاثير كبير خلال الفتره الماضيه ان هو ما بيشاركش، بجانب حسام عاشور ايضا كمان اللي فرصه حتى هذه اللحظه كابتن ميدو لسه، يمكن حسام عاشور كنا بنتمنى ان هو يكون مشارك في تدريبات بقوه، لكن غدا تدريب فريق النادي الاهلي يكون صباحا، هيكون اختبار طبي ايضا لحسام عاشور للوقوف على حالته، هيكون في الدفع بيه في البدلاء او في طبعا في التشكيل الاساسي لفريق النادي الاهلي، لكن احمد فتحي وليد سليمان هشام محمد علي معلول الجميع جاهز ان شاء الله، ان شاء الله تكون انطلاقه جيده لفريق النادي الاهلي في مباراه الدوري وهي مباراه الداخليه يا كابتن. اكيد يا كريم، بنتمنى طبعا الاهلي يرجع بقوه ورجع فعلا بقوه. كريم احمد زميل عزيز شكرا جدا على هذه التغطيه المميزه. دي كانت اخبار التمرين، قالها لنا الزميل العزيز كريم احمد النهارده، قالها لنا بكل التفاصيل وطمنا على كل اللعيبه المصابين.
ان شاء الله يرجعوا بسرعه. كمان قوه كبيره جدا لسه مش مستغلينها. كل اللعيبه اللي بترجع لعيب بيطلع، لعيب بيرجع.